انتشر على السوشيال ميديا في اليومين اللي فاتوا هاشتاج محاكمة أبانوب عماد. ايه قصة أبانوب عماد؟ القصة انه دخل في نقاش مع شاب مسلم، النقاش احتدم بينهم وانتهى بان أبانوب عماد غلط في الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. لكن قبل ما نحاكم أبانوب عماد لازم نشوف ايه السبب ان أبانوب عماد عمل كده. ده العدل وده الحق، المفروض يتفتح تحقيق يتشاف فيه اللي وصل أبانوب عماد يغلط في الرسول الكريم. اللي حصل ان الشاب المسلم استفز أبانوب عماد وغلط في الاناشيد والترانيم المسيحية، الامر اللي دفع أبانوب عماد انه يرد عليه في رسائل خاصة بين الاتنين على الغلط في الدين المسيحي بانه غلط في الرسول الكريم. طبعا الفعل ورد الفعل خطأ من الاتنين، لكن علشان نحاكم أبانوب عماد يبقى لازم نحقق مع الشخص اللي استفز أبانوب عماد ويتحقق معاه برضو، والاتنين يتقدموا للقانون، وإلا هيبقى كده مفيش عدل. ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس كلها متعددة العقيدة والديانة، ودي مشيئة ربنا. ربنا اللي قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، صدق الله العظيم. وربنا سبحانه وتعالى قال لكم دينكم ولي دين، صدق الله العظيم. وربنا سبحانه وتعالى قال برضو لا نفرق بين أحد من رسله، صدق الله العظيم. إذن التدخل في معتقد الآخرين ده غلط من كل الأطراف وغير مقبول خالص إنه يتسمح به. الخلاصة إن إحنا مش عايزين فتنة في الوطن تنعكس بنار هتاكل الأخضر واليابس. اللي غلط من الطرفين يتحاسب بالقانون، وإلا مش هيبقى كده العدل متحقق بين الأطراف كلها. ولازم نحترم حرية العقيدة وحرية الاختلاف، لأن دي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. اجتماعنا لازم يكون على مصلحة الوطن. أنا واحد مسلم مش هيهزني خالص ولا هيغير من عقيدتي أي شخص بيسيء للديانة الإسلامية، ادفع بالتي هي أحسن، صدق الله العظيم. في نفس الوقت أنا المعتقد بتاعي في قلبي وفي تصرفاتي وفي تعاملاتي مع الناس، وده اليقين اللي أنا عايش بيه، يبقى لازم أحترم معتقد غيري. مفيش داعي لإثارة الفتنة والتحريض على سفك الدماء، هيضر المجتمع بتاعنا وهيضر بلدنا. احذروا يا مصريين من خطورة الأمر ده. أشوفكم على خير.